وفي اليوم 18 بعد 200 للعدوان الإسرائيلي على غزة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدنيين الفلسطينيين وسط مقاومة ضارية من الفصائل الفلسطينية لم تكن متوقعة بعد كل هذا الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بالقطاع، مع اعتراف إسرائيلي بفشل عملياته في إلحاق هزيمة نهائية بحركة حماس أو تحرير محتجزيه في قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. وينضم إلينا دكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي. دكتور عزت، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. عود على بدء دكتور عزت، القطاع كله الآن بات تحت القصف، المعابر مغلقة تماما، نحن على شفا المجاعة وهذه الكارثة الصحية والطبية، إلى ماذا يؤشر ذلك؟ أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أعتقد أنه الأمور واضحة اليوم، أن حملة نتنياهو على الفلسطينيين في شرق رفح تحولت إلى عملية موسعة هدفها هو مزيد من التشريد للفلسطينيين في رفح ودفعهم إلى مناطق تحت القصف في منطقة المواصي ومنطقة وسط غزة، وهي ما ينذر به كارثة إنسانية كبيرة. وبتعبير الأمم المتحدة اليوم أنه لابد من التدخل السريع لإنقاذ الموقف والضغط على هذه الحكومة، حكومة الحرب في إسرائيل، من أجل أن تفتح الباب لمزيد من المساعدات الإنسانية وتقديم إيضاحات حول الطريقة التي سيتم بها نقل أو تهجير الفلسطينيين، لأنه هذه هي المرة السابعة التي يتم دفع السكان إلى التهجير من أماكنهم إلى أماكن جديدة، وهو ضد القانون الدولي الإنساني وضد الأعراف الدولية. وبالفعل هناك خطورة حقيقية من تفاقم الأمر، وأن لم يعد هناك مخزونات للأغذية، وفي ظل تعنت إسرائيل استمرار إغلاق المعابر خاصة معبر رفح وأيضا معبر كفر أبو سالم الذي تقول أنه مفتوح، ولكن في حقيقة الأمر أنه يوجد حالة من نفاد المساعدات ونفاد الأموال الغذائية والأدوية وكافة أشكال المعونة للشعب الفلسطيني في طريقها إلى التبخر في الساعات والأيام الأخيرة. ولماذا تعود إسرائيل دكتور عزت إلى سلاح التجويع مرة أخرى ضد الشعب الفلسطيني في هذه الحرب؟ أعتقد أن هذا السلاح هو سلاح جربه نتنياهو منذ 7 أكتوبر، وهو يمضي بشكل جيد في محاولة أن يفرض أجندته الخاصة. هو يستخدم سلاح التجويع عندما تفشل كافة الخطط وما حاول أن يسعى إليه بالآلة العسكرية وفشل فيه، فإنه يستخدم السلاح التجويع ومنع كافة أشكال المساعدات عن الفلسطينيين العزل، ودين هذا الأمر على كافة المستويات دوليا، ولكن المجتمع الدولي لم يستطع حتى الآن الوصول إلى صيغة من أجل إيقاف هذا الجنون على الأرض في قطاع غزة. أعتقد أنه ما يجري اليوم في رفح وفي أيضا في مناطق أخرى واستعادة الزخم العملية العسكرية من جديد للتغطية على فشله السياسي وفشله العسكري وضرب مناطق أو عودته إلى مناطق جديدة، مناطق سابق أن كان موجودا بها مثل جباليا ومناطق الشمال، أعتقد أنه دليل على أن هذه الحكومة تتخبط بشدة في إسرائيل، ولابد من أن يكون هناك موقف دولي واضح في هذا الإطار. طيب، كل النداءات كل التحذيرات كانت تقول لا مجال لدخول رفح، ورغم ذلك دخل الجيش الإسرائيلي رفح، سيطر على معبر رفح، أعاد انتشار قواته وبدأ من جديد أيضا أن ينشر ألياته ودباباته، ليس فقط في المنطقة الشرقية بل أصبح الآن يتوغل، وأصبحت هناك مناطق تدخل في المنطقة الحمراء ربما تصل إلى مركز مدينة رفح. هل هذه هي العملية
العملية المحدودة، أم يبدو أن إسرائيل وكأنها انتهجت استراتيجية القدم كما تعودت حتى في المستوطنات، الآن تقدم مناطق المنطقة تلو الأخرى حتى لا تستفز ردود الأفعال الدولية؟ يعني بشكل عام نستطيع أن نقول نتنياهو كلما تعرض لمأزق يعني نصحوا على تطور جديد في العملية العسكرية التي يقوم بها في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، تزيد من معاناة الفلسطينيين وتزيد من إرباك المشهد ويهدد بمزيد من توسع الصراع في خارج حدود القطاع. لكن نستطيع أن نقول أنه في الهجوم الأخير على مدينة أو منطقة رفح هناك تقييم خاطئ وصل إليه بأنه مزيد من الضغط العسكري سيؤدي إلى إذعان حركة حماس وإذعان المقاومة لتسليم المحتجزين لدى الحركة، وفي نفس الوقت تدمير البنية التحتية لحركة حماس وآلاتها العسكرية. نتنياهو أعتقد أنه يريد أن يأخذ كل شيء، هو يريد أن يحصل على الأسرى ويريد أن يحصل على تدمير قدرات حماس، وفي نفس الوقت يريد أن يسيطر على كافة حدود القطاع ولا يريد أن يقدم أي تنازل، وهو واضح تماما من الطريقة التي يتفاوض بها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات التهدئة أو وقف إطلاق النار، أنه يريد أن كلما تم تقديم مقترح يخص وقف إطلاق النار يبادر برفضه أو التشدد في المواقف من أجل الحصول على مزيد من المكاسب. هذا الأمر هو الذي عطل كافة الجهود إطلاق سراح المحتجزين، وأدى اليوم إلى أنه الأسر الأسرى في إسرائيل خرجوا اليوم وعقدوا مؤتمرا صحفيا أشاروا فيه إلى المسؤولية السياسية لهذا الرجل عما يجري وما كان يدور في أروقة السياسة وفي على صفحات الصحف الإسرائيلية، والتذكير بأنه ما يجري في رفح هو أو ما يجري في غزة بشكل عام ورقة سياسية في يد نتنياهو يستخدمها عند الضرورة لتحقيق مزيد من المكاسب. أعتقد اليوم أثبت نتنياهو بالفعل لعموم الشعب في إسرائيل أنه بالفعل هذا الرجل يستخدم عملية غزة لبقاء إطالة أمد بقائه في السلطة. وهذه نقطة مهمة دكتور عزت، إذا كانت كل خلاصات الأجهزة الأمنية تقول إن هذه الحرب قد استنفدت كل أهدافها، لم يعد بإمكانها أن تحقق المزيد، ومثل ما ذكرت حتى عائلات الجنود عائلات المحتجزين أيضا يقولون إن ما يدور الآن من عمليات عسكرية هي فقط لأهداف سياسية، ما هي الحسابات التي ربما يناور أو هامش المناورة الذي يمتلكه بنيامين نتنياهو لإطالة هذه الحرب وأذهاب إلى ما أبعد من هذه من تلك النقاط التي وصل فيها في رفح؟ نعم بالفعل هو الغرض السياسي في المقام الأول هو إطالة أمد الحرب من أجل أن يستمر بقاؤه في السلطة ولا يضطر إلى الدعوة لانتخابات جديدة أو ترك السلطة وتقديمه للمحاكمة مع آخرين بسبب تقصيره في حماية الشعب في المواطنين الإسرائيليين في عملية 7 أكتوبر. ولكن هذا معسكر دكتور عزت، يعني هذا معسكر الفرد الإسرائيلي الذي من المفترض أن لديه عقدا غير مكتوب بينه وبين إسرائيل أو حكومة إسرائيل تحافظ فيه بموجب على حياته، هذا معسكر. لدينا في المقابل معسكر آخر هو معسكر الأرض الذي يمثله اليمين المتطرف الذي لا يلقي بالا لملف المحتجزين ولا يرى له أولوية أو أهمية، ويبدو أنه هو الذي يستطيع أن يؤتي أكله مع نتنياهو. طبعا هو لا يستطيع أن يستمر في العملية العسكرية بهذه الوتيرة ما لم يكن لديه دعم داخلي. استطلاعات الرأي تشير إلى تقدمه في استطلاعات الرأي خاصة بعد العملية الأخيرة، هو يقدم نفسه باعتبار أنه سوف يمتلك أوراق الحل ويمتلك أوراق الضغط وإنهاء حماس من الوجود، وهناك معسكر الذي تحدثت عنه الخاص بالذين يضغطون من أجل استمرار الحرب
هذا المعسكر بيقوده اليمين المتطرف الذي يحرض أهالي الأسر الضحايا 7 أكتوبر القتلى في إسرائيل من أجل أن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية وأن تتحقق الأهداف التي بنى عليها اليمين الإسرائيلي مواقفه، وهي الخاصة بإنهاء وجود حماس في القطاع وأيضا إنهاء وجود القضية الفلسطينية من أساسها. وهذا هو الهدف الذي يسعى إليه اليمين المتطرف، ويعتقد أنه البدء بقطاع غزة سوف ينتهي به الحال في الضفة الغربية أيضا. لذلك ستجد أن التصعيد متوازي بين القطاع والضفة الغربية من أجل إتمام هذا السيناريو في أسرع وقت ممكن. وبرأيك إلى أي ناحية يمكن أن تميل كفة الشارع الإسرائيلي؟ إلى ناحية صفقة بأي ثمن لإعادة المحتجزين أم عملية عسكرية تعيدهم، خاصة في ظل ما يقول أهالي المحتجزين بأنه عملية رفح تعني ألا يعود محتجزيهم أو محتجزوهم أحياء وإنما سيعودون في توابيت إذا عادت جثمينهم أصلاً؟ يعني التقييم الذي تقول به دوائر أمريكية وتقول به دوائر إسرائيلية أيضا، ومنهم يهود أولمرت رئيس الوزراء السابق الذي تحدث على أنه لا يمكن لهذه العملية أن تطلق سراح الأسرى ولا يمكن أن تعيد الأسرى إلى إسرائيل، هذا التقييم لم يستمع إليه نتنياهو ومستمر في غيه ومستمر في سياسته. هو يبني على فكرة أنه الضغط العسكري المتواصل سوف يصل به إلى هدفه، لكن في نفس الوقت اليوم ثبت له أن المقاومة ما زالت موجودة وأن هناك قدرات عسكرية ما زالت موجودة في قبضة المقاومة الفلسطينية، وأنه بالفعل هناك عمليات تجميع للقوة في بعض مناطق الضفة القطاع وشنت عمليات وأطلقت صواريخ. هذا الأمر يثير حالة من الدهشة والرعب في داخل إسرائيل اليوم، ويطالبوا بإعادة النظر في السلوك التفاوضي الإسرائيلي، ويطالبوا بضرورة البحث عن سيناريوهات جديدة، لأنه عملية المطاردة المستمرة لن تقضي على المقاومة الفلسطينية ولن تقضي على قدراتها العسكرية، بل بالعكس أنه سيؤدي ذلك إلى مزيد من المقاومة ومزيد من العمليات ضد الإسرائيليين. خسارة اليومية في الجنود الإسرائيليين أعتقد أنها تثير اليوم غضب شديد، لأنه كافة الإعلانات السابقة التي تحدث فيها نتنياهو عن أنه يقوم بالفعل قد دمر البنية التحتية لحركة حماس وأنه في طريقه إلى النصر الكامل لم يتحقق منها شيء حتى الآن. لعلك تابعت الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية بشأن قرار إدارة الرئيس بايدن بتعليق آلاف من الذخائر والقنابل التي ربما يعني تتعدى في زينتها 1000 كيلوغرام طنا أو ربما أيضا ربع طن، وأيضا ذلك التقرير الذي قدمته وزارة الخارجية إلى الكونغرس. وهذا التقرير كان للحقيقة مثيرة للجدل ليس فقط بشأن ما خلص إليه، ولكن في اللغة التي تم استخدامها في هذا التقرير، والتي قالت إنه ربما انتهكت إسرائيل بعض القواعد الخاصة باستخدام الأسلحة الأمريكية المقدمة إليها. ما الذي قرأته بين ثنايا هذا التقرير دكتور عزت؟ إنه مسألة إنه حجب القنابل زنت 2000 رطل التي رفضت الولايات المتحدة إرسالها إلى إسرائيل أو أجلت إرسالها إلى إسرائيل حتى لا تستخدم في المناطق الكثيفة السكان في قطاع رفح، هي مسألة مؤقتة، وفي نفس الوقت بتخدم الأغراض أو الداخلية لحكومة بايدن قبل الانتخابات، حيث أنه لا يريد بايدن زيادة الضغط الداخلي في الولايات المتحدة خاصة بعد احتجاجات الجامعات الأمريكية، وبالتالي يريد أن يقلل من مساحة يعني الاحتكاك أو مساحة الرفض الداخلي سواء من الجالية العربية والمسلمة في الولايات المتحدة أو من جانب الشباب الذين يصوتون كالعادة أو لصالح الحزب الديمقراطي على مدار التاريخ
الأمريكي بكثافة. بالتالي هو يرى أنه لا يريد أن يفقد مزيدا من الأصوات، وبالتالي يحاول أن يظهر أن هناك نوع من أنواع الرفض داخل الإدارة الأمريكية لسلوك نتنياهو، ويمضي في نفس الوقت في سيناريو محاولة إقناع الإسرائيليين بتبني خطة ذات مصداقية في التعامل مع الوضع في رفح. الإدارة الأمريكية لا تبذل مجهودا كافيا، وما يقوله وزير الخارجية الأمريكي في تقريره إلى الكونغرس أعتقد أنه غير كافي بالمرة لوقف الحملة العسكرية الدامية ضد الشعب الفلسطيني، ولا تكفي لمحاسبة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، ولكنه دائما يستخدم لغة مراوغة ولغة غير مجدية، ودائما يفتح الباب لأن تفلت إسرائيل من العقاب أو من المساءلة أو المحاسبة، وهذا هو السلوك الذي اعتاد عليه الإدارة الأمريكية منذ السابع من أكتوبر. دائما ما يجد مخارج للإدارة الأمريكية من أجل أن لا تضغط على إسرائيل بالشكل الذي يعرض العلاقة بشكل عام مع إسرائيل للخطر، وفي نفس الوقت يحاول أن يضغطوا على نتنياهو، لكن الضغط على نتنياهو عادة لا يأتي بنتيجة. بل في المقابل دكتور عزة، نتنياهو الذي الآن يضغط على الإدارة الأمريكية يقول إن أصوات اليهود في الانتخابات المقبلة هي أكبر من أصوات سواء الأمريكيين من العرب أو من أصول أجنبية. هو تأثير الجماعات اليهودية تأثير كبير، ليس فقط مجرد أصوات ولكنه تمويل صحيح. ضخم للحملات الانتخابية، تمويل اللوبي الموالي لإسرائيل لوحده في الانتخابات الأمريكية يمكن يعادل أكبر اللوبيهات أو جماعات المصالح في الانتخابات الأمريكية، وهذا اعتبار كبير الجميع يضع له اعتبار، وخاصة في انتخابات الكونغرس، لأنه انتخابات الرئاسة الأمريكية بتتزامن مع انتخابات الكونغرس الأمريكي. هناك من يخشى أن يخسر تمويل هذه الجماعات ويخشى مساندتها فيخسر الانتخابات، خاصة في الدوائر المهمة والحاسمة للحزب الديمقراطي الذي يحسب ألف حساب قبل أن يأخذ أي موقف ضد إسرائيل. وبالتالي لا أستطيع التعويل تماما على ما يخرج من الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة. لم يتبقى إلا حوالي أقل من 6 أشهر على الانتخابات، وهذا يعني الكثير بالنسبة للوضع الداخلي في الولايات المتحدة، يعني أن الإدارة تحاول اليوم أن تسير الأمور كما هي أو تقلل، لا تدخل في مزيد من التدهور ولا ترى مزيد من التدهور في الفترة القادمة. ممكن أن نتوقع تفاهمات على مستوى معين، لكنها تفاهمات لن تخرج عن نطاق تقديم النصيحة لنتنياهو وحكومته دون احراز، دون ضغوط حقيقية. نيويورك تايمز اليوم تتحدث عن أنه بلينكن يشير إلى أنه ضرورة الضغط، لابد من ممارسة مزيد من الضغط صحيح. على حكومة الحرب، ولكن هذا الأمر أنا أعتقد أنه مجرد تسويق لعبارات إنشائية للمحيط العربي وللمحيط أو الأوساط الدولية الغاضبة مما يجري في غزة. نقطة سريعة وأخيرة في ظل أو في إطار الانتخابات الذي ذكرته دكتور عزت وهي مقبلة الآن، وباتت يعني هناك هذا وقت حاسم في عمر الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، هل انشغال الولايات المتحدة بهذه القضايا الداخلية وهذا الاستحقاق المهم يصب في صالح إسرائيل أم سيكون ضدها خلال الشهور المقبلة؟ أو حتى الآن يصب في مصلحة إسرائيل، يعني لابد أن نفرق بين شيئين، الأول هو العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بشكل عام، والأمر الثاني هو علاقة الإدارة، إدارة بايدن بنتنياهو وحكومته. في الشأن الأول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بشكل عام تحكمها مجموعة من القواعد والسياسات والعلاقات الاستراتيجية القوية التي لا تنزل أو لا تهبط عن مستوى معين، هذه العلاقات لا تتأثر كثيرا بأي ممارسات تقوم بها إسرائيل، لكن ما يجري حقيقة الأمر
أنه العلاقة بين الإدارة وبين نتنياهو هي التي اليوم هي محط الأنظار ومحط التعليقات والانتقادات. أعتقد أنه يعني العلاقات بينهما على المستوى التكتيكي وليس الاستراتيجي، وبالتالي التكتيكي بمعنى أن هناك خطوات تأخذها الإدارة وهي خطوات محسوبة بدقة شديدة حتى لا يعني تسبب ضررا لمجمل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وبالتالي يدفع ثمنها الرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة. شكرا جزيلا لضيفنا من القاهرة دكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي.